الرئيس السيسي يؤكد أهمية التوصل لاتفاق قانوني عادل ومتوازن وملزم بشأن سد النهضة. قبيل اجتماع وزراء الخارجية العرب بالكويت، شكري يجري مشاورات مع نظيريه في الكويت ولبنان. استمرار التوتر بشأن أوكرانيا وموسكو تنفي وجود أي تهديد لكييف، ولندن تدرس مضاعفة قواتها لتعزيز الحدود الأوروبية. الثانية عشر ظهراً العاشرة بتوقيت غرينتش، نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من القاهرة. أهلاً بكم، والبداية مع زميلة آية لطفي. أهلاً بك آية. أهلاً إنجي، وأهلاً بحضراتكم مشاهدين الكرام. البداية حيث أكد الرئيس السيسي أهمية التوصل لاتفاق قانوني عادل ومتوازن وملزم بشأن سد النهضة، كما أوضح الرئيس السيسي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السنغالي بقصر الاتحادية أن المباحثات مع الرئيس السنغالي تناولت رؤية مصر المستندة لكون نهر النيل أساساً للتعاون بين شعوب المنطقة. كما تناولت مباحثاتنا التطورات الخاصة بملف سد النهضة، واستعرضت مع فخامة الرئيس السنغالي رؤية مصر المستندة إلى كون نهر النيل مصدرا للتعاون والتنمية وشريان حياة جامعا لشعوب دول حوض النيل، حيث أكدت على أهمية التوصل لاتفاق قانوني عادل ومتوازن وملزم ينظم عملية ملء وتشغيل سد النهضة وفقا لقواعد القانون الدولي ومخرجات مجلس الأمن في هذا الشأن، وذلك في إطار زمني مناسب ودون أي إجراءات منفردة. وأعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن اعتزازه بما يجمع بين مصر والسنغال من روابط ممتدة، مؤكدا التطلع لمزيد من التعاون بين البلدين. إنه لمن دواعي السرور البالغ أن أرحب بأخي فخامة الرئيس ماكي سال والوفد المرافق له في بلده الثاني مصر، والذي تربطني به علاقة أخوة وصداقة تواطدت منذ زيارتي للسنغال في إبريل 2019. كما أود أن أغتنم هذه المناسبة لأعرب عن اعتزازي بما يجمع بلدينا وشعبينا من روابط تاريخية ممتدة. وفيما يتصل بمشاوراتنا اليوم، فقد تناولت بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية خلال الفترة القادمة في شتى المجالات السياسية والاقتصادية، وأكدنا عزمنا على دفع تلك العلاقات من خلال زيادة معدلات التبادل التجاري وتشجيع الاستثمارات المتبادلة، إضافة إلى التأكيد على أهمية تحقيق الاستفادة القصوى من تدشين مجلس رجال الأعمال المصري السنغالي. وأكدنا كذلك على ضرورة تكثيف التعاون في مجال نقل الخبرات المصرية وتوفير الدعم الفني وبناء قدرات الكوادر الوطنية في السنغال، وذلك من خلال مواصلة البرامج التدريبية التي تقدمها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية في مختلف القطاعات. وخلال المؤتمر الصحفي المشترك، شدد الرئيس السيسي على أهمية تضافر الجهود لمواجهة جائحة كورونا والحد من تأثيرها على البلدان الإفريقية، مشيرا إلى أهمية تضافر الجهود القارية من أجل نفاذ كافة الدول الإفريقية للقاحات. تتزامن زيارة أخي الرئيس ماكي سال مع قرب تسلم سيادته رئاسة الاتحاد الإفريقي، وأود أن أتقدم لفخامته بالتهنئة على قرب توليه لتلك المسؤولية، والتأكيد على دعمنا الكامل لسيادته خلال فترة رئاسة الاتحاد، وثقتنا في قيادته الحكيمة للعمل الإفريقي المشترك ونجاحه في قيادة القارة خلال تلك المرحلة التي تشهد العديد من التحديات، وعلى رأسها تعزيز جهود احتواء تفشي فيروس كورونا والقضاء على خطر التطرف والإرهاب، إضافة إلى تفعيل التكامل الاقتصادي والتجاري بين دول القارة. ولقد ناقشنا تأثير جائحة كورونا على القارة الإفريقية، حيث أكدنا على أهمية تضافر الجهود القارية من أجل ضمان نفاذ كافة الدول الأفريقية للقاحات والعمل على توطين صناعتها في القارة والحد من الآثار السلبية للجائحة، بما يمكن دولنا الإفريقية من عودة النشاط الاقتصادي والتنموي.
كما أضاف الرئيس السيسي أن مصر على استعداد لدعم الدول الأفريقية في مجال مكافحة الإرهاب، كما أكد على الاهتمام المصري بجهود صون السلم والأمن وتحقيق الاستقرار في القارة الأفريقية. كما تبادلنا وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية الراهنة، حيث أكدت على الاهتمام المصري بجهود صون السلم والأمن وتحقيق الاستقرار في القارة بما فيها منطقة شرق إفريقيا والقرن الإفريقي، فضلا عن منطقة الساحل الإفريقي والتي تشهد تطورات وتحديات متشابكة نظرا للتفاقم وتمدد الجماعات الإرهابية. وأكدت على استعدادنا لدعم الجهود الإفريقية لمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف من خلال توفير برامج التأهيل وبناء القدرات عن طريق الأجهزة المصرية المتخصصة وكذلك مؤسساتها الدينية العريقة، وذلك لإعلاء قيم الإسلام الوسطي المعتدل الذي تنادي به مصر في سبيل القضاء على الإرهاب. ونوه الرئيس السيسي بأن رئاسة مصر لقمة المناخ المقبلة ستركز على متطلبات دول القارة الإفريقية، مشيرا إلى أن أفريقيا تعد أحد أكثر مناطق العالم تضررا من التبعات السلبية للظاهرة. كما تبادلنا الرؤى حول استضافة رئاسة مصر للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ كوب 27 في نوفمبر 2022، حيث أكدت اعتزام مصر أن تكون رئاستها للدورة معبرة عن تطلعات دور القارة الإفريقية وأولوياتها ذات الصلة بتغير المناخ، لا سيما أن إفريقيا تعد إحدى أكثر مناطق العالم تضرراً من التبعات السلبية للظاهرة. كما أعربت من جانبي عن تطلع مصر خلال الفترة القادمة للتشاور المستمر مع السنغال بصفتها رئيس الاتحاد الإفريقي من أجل بلورة موقف إفريقي موحد إزاء القضايا والموضوعات ذات الأولوية للقارة التي سيتم تناولها خلال المؤتمر. من جانبه ثمن رئيس السنغال ماكي سال العلاقات التاريخية التي تجمع بين مصر والسنغال، مشيرا إلى العمل على توقيع اتفاقيات في مجال الطيران لتيسير النقل الجوي بين البلدين. إن زيارتي تأتي في أعقاب زيارتكم أنتم سيدي الرئيس في أبريل 2019 في السنغال ومشاركتي في مؤتمر شباب العالم في شرم الشيخ في العام نفسه، والعلاقات بين دولتينا ما زالت علاقة عريقة لأننا نتقاسم نفس الحضارة المتأسسة على الأمور الروابط المشتركة وتقارب وجهات النظر فيما بيننا فيما يتعلق بالمسائل الأساسية والتي تهم إفريقيا والعالم بأسره. إنني جئت وأنا أثمن العلاقات التاريخية مع أخي وصديقي السيد الرئيس السيسي، وهذا هو مغزى هذه الزيارة. نحن اتفقنا حول موضوعات ذات اهتمام مشترك ثنائية ومتعددة الأطراف سويا. نود أن نعزز وننوع التعاون السنغالي المصري سواء على الصعيد الرسمي أو على صعيد قطاعاتنا الخاصة. وأكد رئيس السنغال أهمية التوصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة من أجل استخدام أفضل يرتكز على التشاور بين الدول، كما أشاد بدور مصر الأساسي والمحوري في إفريقيا وفي العالم بأسره، مشيرا إلى أنها صوت إفريقيا ومعربا عن تطلعه لدعمها في رئاسة السنغال للاتحاد الإفريقي. أيضا تحدثنا عن سد النهضة وعن ضرورة التوصل إلى اتفاق بين الدول المتشاطئة لاستخدام أقصى وأفضل يرتكز على التشارك بين الدول. وقد هنأت السيد الرئيس السيسي لزعامته التي تأتي في إطار الدول الأساسي الذي تلعبه مصر في إفريقيا وفي العالم بأسره. إن مصر دولة حضارة قديمة لامعة، إنها دولة محورية بالنسبة للقارة وصوتها. إن مصر يستمع إليها بإنصات وباهتمام بالغ. إن مصر دولة المستقبل.
ولهذا فإنني أعتمد على الدعم الأخوي الذي يرتكز على الصداقة مع الرئيس السيد الرئيس السيسي وأيضا خلال رئاستنا للاتحاد الإفريقي. إننا علينا أن ندافع سويا عن أجندة القارة الخاصة بنا في ظل مقاربة ترتكز على التشاور والتضامن. كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد استقبل بقصر الاتحادية الرئيس السنغالي ماكي سال، حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمي. وصرح متحدث رئاسة الجمهورية بأن اللقاء شهد عقد مباحثات منفردة عقبتها مباحثات موسعة بين وفدي البلدين. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية الرئيس ماكي سال رئيس جمهورية السنغال، حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمية وتم استعراض حرس الشرف وعزف السلامان الوطنيان. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأنه تم عقد جلسة مباحثات منفردة عقبتها جلسة مباحثات موسعة بين وفدي البلدين، حيث رحب السيد الرئيس برئيس السنغال ضيفا كريما على مصر، مثمنا سيادته العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين. كما شهد الرئيسان مراسم التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم واتفاقيات التعاون بين البلدين الشقيقين في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة والآثار والثقافة والرياضة والإعفاء المتبادل من التأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية ولمهمة. وفي ختام المباحثات عقد الرئيسان مؤتمرا صحفيا مشتركا، حيث أشار السيد الرئيس إلى حرص مصر على بذل المزيد من الجهد للدفع قدما بأطر التعاون الثنائي على شتى الأصعدة بين مصر والسنغال، لا سيما فيما يتعلق بتعزيز قنوات التواصل الفعال بين الجانبين على المستوى الاقتصادي وتعظيم حجم التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات البينية، فضلا عن زيادة التشاور بين البلدين بشأن مختلف القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك. يناقش مجلس الشيوخ في جلسته العامة تقرير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة حول مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن قانون العمل، حيث تم الانتهاء من الموافقة على المواد المنظمة للإجازات والمادة التي تحدد واجبات العامل. ويستهدف مشروع القانون تحقيق التوازن في علاقات العمل بين كل من العامل وصاحب العمل، لا سيما أن من بين أهداف القانون زيادة الاستثمارات وكذلك تحقيق الأمان الوظيفي. تنظم مصر الملتقى الدولي الثاني لطلاب الدراسات العليا في الخارج تحت عنوان تكنولوجيات الأطراف الصناعية والأجهزة التقويمية ومساعدة الحركة، وذلك على مدار يومي 26 و27 من فبراير المقبل عبر الفيديو كونفرنس برعاية القوات المسلحة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ومعهد بحوث الإلكترونيات. يهدف الملتقى إلى إلقاء الضوء على أهم التكنولوجيات البازغة التي تخدم احتياجات المجتمع العربي والدولي الحالية والمستقبلية، بالإضافة إلى رسم خارطة طريق متطورة للأبحاث والابتكارات التطبيقية وخلق مجال للتواصل بين أصحاب الرؤى والأهداف المشتركة، مع توفير فرص للتعاون بين الباحثين على مستوى العالم. كما سيتناول الملتقى فرص تمويل مشروعات بحثية والمنح التي تسهم في تطوير مجالات الأجهزة التقويمية والأطراف الصناعية ومساعدات الحركة. والجدير بالذكر أنه شارك في الملتقى الأول أكثر من 360 مشاركا من طلاب البعثات المصرية وطلاب الدراسات العليا من 27 دولة عربية وأجنبية، بالإضافة إلى عدد من الوزراء ونخبة من المتخصصين في ذلك المجال. يشارك وزير الخارجية سامح شكري اليوم في الاجتماع التشاوري لوزراء خارجية الدول العربية والذي تستضيفه الكويت. وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية إلى أن مشاركة الوزير شكري في الاجتماع
تهدف إلى مواصلة تشاور مع وزراء الخارجية العرب بشأن الملفات والقضايا العربية الراهنة وتنسيق المواقف بهدف دعم آلية العمل العربي المشترك في مواجهة التحديات التي تشهدها الساحة الإقليمية والدولية. كما سيلتقي وزير الخارجية على هامش الزيارة بعدد من نظرائه العرب لبحث ملفات العلاقات الثنائية والتنسيق حيال القضايا محل الاهتمام المشترك. التقى وزير الخارجية سامح شكري نظيره اللبناني عبد الله أبو حبيب، وذلك خلال زيارته الحالية للكويت. وبحثا الجانبان مستجدات التطورات على الساحة اللبنانية وسبل استكمال الجهود الرامية لدعم لبنان وشعبه الشقيق. أكد وزير الخارجية سامح شكري موقف مصر الثابت من رفض أي تدخلات في شؤون الدول العربية ومساندة مصر لأمن واستقرار دول الخليج العربي باعتباره وثيق الصلة بالأمن القومي المصري. جاء ذلك خلال لقائه وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بدولة الكويت أحمد ناصر الصباح. كما أعرب شكري عن تطلع مصر إلى استضافة الدورة 13 للجنة الوزارية المشتركة خلال العام الجاري برئاسة وزيري الخارجية باعتبارها الإطار الأشمل لتعزيز مختلف أوجه العلاقة بين البلدين. من جانبه أكد وزير خارجية الكويت تقدير بلاده لدور مصر كركيزة رئيسية للأمن والاستقرار في المنطقة، ومعربا عن مساندة الكويت ودعمها لما تشهده مصر من طفرة تنموية ملموسة ولكل ما يحفظ أمن واستقرار مصر ويحقق مصالح البلدين وتطلعهما نحو مزيد من الرخاء والتنمية. مثل إيمان مصر الراسخ بضرورة الحفاظ على الأمن القومي العربي باعثا ومحركا أساسيا لجهودها وتحركاتها المستمرة على المستويين الإقليمي والدولي من أجل مجابهة المخاطر والتحديات وتحقيق الاستقرار في دول المنطقة كافة. المزيد نتابعه في التقرير التالي. في ظل التهديدات الإقليمية والعالمية، حملت مصر على عاتقها إعادة صياغة مفهوم جديد للأمن القومي العربي في مواجهة المستجدات النوعية لهذه المخاطر وتلك التهديدات. وقد بدت جهود مصر في هذا الصدد واضحة من خلال تحركات الرئيس السيسي لتحقيق الاستقرار الإقليمي. فخلال زيارة استثنائية للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون للقاهرة، استحوذ تعزيز العمل العربي المشترك على نقاشات الرئيس السيسي وتبون، خاصة فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب. استمرار التعاون المكثف في مجال مكافحة الإرهاب بكافة أشكاله وصوره، وضرورة تبني المجتمع الدولي لمقاربة شاملة للتصدي للإرهاب بمفهومه الشامل ومختلف أبعاده، إلى جانب مواصلة مواجهة جميع التنظيمات الإرهابية بدون استثناء أو تفرقة، وتكثيف الجهود لتقويض قدراتها على استقطاب أو تجنيد عناصر جديدة وتجفيف منافع تمويلها. ومن العاصمة الإماراتية أبوظبي، عقد الرئيس السيسي مباحثات مع ولي عهد أبوظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، كان عنوانها الرئيسي حماية الأمن القومي العربي والدفاع عن قضايا الأمة العربية. كما عقد جلسة مباحثات رباعية شملت الملك البحريني حمد بن عيسى والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات أمير إمارة دبي. وفي أغسطس من العام الماضي حل الرئيس السيسي ضيفا على العراق، حيث شارك في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، وعقد عدة لقاءات في إطار حرص مصر على دعم عودة هذا البلد الشقيق لدوره الفاعل والمتوازن على المستوى الإقليمي. وهي الزيارة التي سبقتها في يونيو الماضي زيارة تاريخية للرئيس السيسي للعراق، حيث عقد لقاءات قمة أكدت الحرص على تعزيز العمل العربي المشترك بما يسهم في التصدي للتحديات المتعددة التي تواجه الأمة العربية في المرحلة الراهنة. استقرار الأوضاع في ليبيا الشقيقة كان أيضاً على رأس أولويات مصر من خلال جهود على كافة الأصعدة، لعل أبرزها إعلان القاهرة في يونيو عام 2020، فضلاً عن مشاركة الرئيس السيسي في مؤتمر باريس الدولي حول ليبيا في نوفمبر من العام الماضي. القضية الفلسطينية كذلك كانت على رأس أولويات مصر باعتبارها القضية المركزية للأمن العربي والإقليمي، وهو ما أكد عليه الرئيس السيسي دوماً في لقاءاته بالرئيس الفلسطيني محمود عباس
والتي كان آخرها على هامش منتدى شباب العالم، حيث أكد دعم مصر للتحرك الفلسطيني الدبلوماسي الحالي دولياً وإقليمياً من أجل إيجاد مسار سياسي يتيح استئناف مفاوضات السلام. مصر أيضاً كان لها دور استثنائي في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في مايو من العام الماضي من خلال ثقلها السياسي، فيما واصلت بعد ذلك بنجاح دورها الأمنية لمتابعة إجراءات التنفيذ والاتفاق على الإجراءات اللاحقة التي من شأنها الحفاظ على استقرار الأوضاع استقراراً دائماً. الدور المصري إزاء الأشقاء الفلسطينيين لم يتوقف عند الجانب السياسي والأمني، بل كانت جهود القاهرة من أجل إعمار غزة تأكيداً على المسؤولية التاريخية إزاء الشعب الفلسطيني، خاصة بعد مبادرة الرئيس السيسي لإعادة إعمار القطاع ومساهمة مصر ب$500 مليون، في حين تواصل اللجنة المصرية لإعمار غزة مشاريعها لتحسين الواقع المعيشي والحياتي للأشقاء الفلسطينيين. دعم لبنان وشعبه أيضاً شهد اهتماماً واضحاً من الرئيس السيسي، خاصة من خلال مشاركته عبر الفيديو كونفرنس في المؤتمر الدولي الثالث لدعم الشعب اللبناني والذي نظمته فرنسا والأمم المتحدة، حيث أكد في كلمته أن أيادي مصر ممدودة إلى المجتمع الدولي للتكاتف وتسخير كافة إمكاناتنا لدعم لبنان وبناء مستقبل أفضل لشعبه. أن أيادي مصر ممدودة إلى الجميع للتكاتف والتنسيق وتسخير كافة إمكاناتنا لدعم لبنان. إن لبنان الذي كان دائما منارة للثقافة والفن والفكر ورافدا مهما من روافد الإبداع العربي لا يزال قادرا بعزيمة أبنائه على النهوض من الكبوة الحالية والعودة مجددا ليكون مزدهرا وفريدا كما نحب أن نرى. لقاءات ومباحثات عدة أجراها الرئيس السيسي مع قادة وزعماء ومسؤولي الدول العربية، فضلاً عن المشاركة في فعاليات إقليمية ودولية تهدف جميعها إلى التنسيق من أجل تعزيز ودعم الأمن القومي العربي في مواجهة تحديات غير تقليدية تشهدها المنطقة والعالم. استنكر المجلس الرئاسي في ليبيا هجوما شنه تنظيم داعش الإرهابي على دورية أمنية بمنطقة جبل عصيدة تسبب بمصرع 3 عناصر أمنية. أهب المجلس الرئاسي بكل من فرقتهم السياسة أن يجتمعوا على نصرة بلادهم وتأمين استقلالها وحدودها وضمان مستقبل أبنائهم، كما توجه بالنداء إلى المجتمع الدولي أن يطلع بالتزاماته وما تمليه الاتفاقات الدولية في محاربة الإرهاب وتجفيف منابعه. أما في العراق فقد أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول استهداف الخلية الإرهابية المسؤولة عن حادثة حاوي العظيم بديالة تمت وفق معلومات استخباراتية دقيقة. وأشار الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية لأنه تم قتل 9 إرهابيين بضربات جوية لطائرات F-16 العراقية، لافتا إلى أن عملية الاستهداف كانت رسالة قوية من القوات المسلحة والجيش العراقي بأنهم على استعداد تام لحماية العراقيين وملاحقة الإرهابيين. أعلن الأمين العام لحلف الناتو يانس ستولتنبرغ أن الحلف ليس لديه أي خطط لإرسال قوات قتالية إلى أوكرانيا. كما أكد ستولتنبرغ أن الحلف يركز على تقديم الدعم لكييف، مضيفا أن هناك فرقا بين أن تكون عضوا في الناتو وأن تكون شريكا قويا وذا قيمة عالية مثل أوكرانيا. قال سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف إن روسيا لا تهدد أوكرانيا بأي شكل من الأشكال، منتقدا كل التصريحات السلطات الأمريكية التي تزعم عكس ذلك. وأضاف باتروشيف إن الأوكرانيين أنفسهم بما في ذلك العديد من المسؤولين يعلنون أنه لا وجود لأي تهديدات
في الوقت الذي يدعي فيه مسؤولون أمريكيون بأن هناك تهديدات روسية وأنهم مستعدون للقتال ولتقديم الأسلحة. أكد رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة مارك مالغي أن الولايات المتحدة ملتزمة بتعزيز قدرة أوكرانيا للدفاع عن نفسها، كما قال مالغي خلال اتصال هاتفي مع القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية إن من حق كييف أن تكون مستقلة وتتمتع بسيادتها وسلامة أراضيها، كما أضاف أن الولايات المتحدة مستمرة في دعم أهداف أوكرانيا. يبحث رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إمكانية مضاعفة عدد القوات المنتشرة لتعزيز الحدود الأوروبية. وعبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى تويتر، قال جونسون إن الوضع على حدود أوكرانيا مقلق للغاية، داعيا روسيا إلى تجنب ما وصفه بالغزو المتهور والكارثي. قالت وزيرة الخارجية البريطانية لاستروس إن بلادها لا تستبعد أي خيارات لمساعدة أوكرانيا في حال تفاقم الوضع. كما أكدت تروس دعم المملكة لكييف في مجالات الأمن السيبراني والاستخبارات ومجالات أخرى، لافتة إلى أن لندن دربت أكثر من 20,000 عسكرية أوكرانية. كما أضافت المسؤولة البريطانية أن لندن ستعمل مع الحلفاء في الناتو لدعم أوكرانيا. وما زالت أجواء التوتر تسود الأجواء بين روسيا وأوكرانيا في ظل اتهامات لموسكو بحشد قوات على الحدود الأوكرانية لتنفيذ عملية اجتياح. مستجدات الأزمة الأوكرانية نتابعها في العرض التالي، والزميل أحمد أبو زيد. يستمر التوتر إذن بين روسيا وأوكرانيا في ظل اتهامات لموسكو بحشد قوات على حدودها مع أوكرانيا لتنفيذ عملية اجتياح وشيك باتجاه حلفاء كييف لإرسال جنود إلى أوروبا الشرقية. ماذا عن أشكال التفاعلات الآنية؟ البداية من واشنطن، حيث أكدت الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وحلف شمال الأطلسي ناتو والحلفاء الأوروبيين باتوا ينسقون بشكل وثيق لحث روسيا على خفض التصعيد واتباع مسار الدبلوماسية، في وقت أعرب فيه البنتاغون عن استعداد الولايات المتحدة لتقديم بعض التنازلات لروسيا على صعيد الأمن الأوروبي إذا ما ردت روسيا بالمثل. وفي إطار نشر محتمل لقوات من حلف الشمال الأطلسي، أعلنت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورنس بارلي أن بلادها تنوي إرسال عدة مئات من الجنود إلى رومانيا. أمين عام حلف الناتو يانس ستولتنبرغ قال إن هناك بعض الخلافات في وجهات النظر بين أعضاء الحلف حول آلية وطريقة توريد الأسلحة إلى أوكرانيا. ماذا عن أوكرانيا؟ السلطات الأوكرانية دعت الدول الغربية إلى إظهار يقظة وحزم في مفاوضاتها مع روسيا مع إعطاء الأولوية لتسوية سياسية ودبلوماسية للأزمة. في المقابل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها أتمت عملية نقل معدات عسكرية إلى بيلاروسيا المجاورة قبل مناورات عسكرية مشتركة من المقرر إجراؤها في منتصف شهر فبراير. هكذا إذن أجواء من التوتر بين روسيا من جهة والغرب والولايات المتحدة والأوروبيين من جهة أخرى، ما يشير إلى نذر تصعيد تعيد إلى الواجهة من جديد شيئا من الحرب الباردة. حرب وإن لم تذهب إلى حد التصعيد العسكري المباشر فإنها حتمت على الجميع الوقوع في حرب الاستقطاب الخشن إما مع روسيا أو مع الغرب وأوكرانيا. إلى تطورات فيروس كورونا، حيث أعلنت وزارة الصحة خروج 891 متعافيا من الفيروس من المستشفيات بعد تلقيهم رعاية طبية لازمة وتمام شفائهم، ليرتفع بذلك إجمالي المتعافين إلى 354,300 حالة. كما قال بيان صادر عن الصحة إنه تم تسجيل 2018 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها للفيروس ضمن إجراءات الترصد والفحوصات اللازمة التي تجريها الوزارة وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتة إلى وفاة 44 حالة جديدة. ذكرت هيئة الخدمات الصحية في بريطانيا أنها ستبدأ خلال هذا الأسبوع في تطعيم الأطفال بين 15 و11 الأكثر عرضة لخطر الإصابة بفيروس كورونا. وطمأنت وزيرة شؤون التطعيم في المملكة المتحدة الآباء وأولياء الأمور
على أنه لن تتم الموافقة على لقاح جديد للأطفال ما لم يفي بالمعايير المتوقعة للسلامة والفعالية. ومن المقرر أن يحصل الأطفال على ثلث الجرعة التي يحصل عليها البالغون من لقاح فايزر بايونتك. جاء ذلك بعد ارتفاع حالة الإصابة بين أطفال المدارس في بريطانيا بكوفيد 19 بما يقرب من 12% من تلاميذ المدارس خلال الأسبوع الماضي. عبر سكايب للمزيد من النقاش والتحليل ينضم إلينا من لندن دكتور أحمد المشتت استشاري بالمستشفى الملكي بلندن. دكتور أهلا بك إلى هذه النشرة، وأبدأ معك من حيث تصريحات الـ NHS الخاصة بتطعيم الأطفال الأكثر عرضة للإصابة لخطر الإصابة. ما الفئة الأكثر عرضة دونا عن غيرها في فئة الأطفال؟ طبعا الأطفال في المدارس الابتدائية بين سن الخامسة إلى الثاني عشر هم دائما كانوا مصدر لانتشار العدوى في المجتمع، حتى منذ بدايات الفيروس في العالم وفي بريطانيا، وكان إغلاق المدارس في المراحل الأولية لانتشار الفيروس ضروري جدا. الآن مع سلالة أوميكرون السريعة الانتشار، إذا تتذكرون في شهر ديسمبر كانت الأرقام فلكية ولكنها انخفضت بشكل نسبي مع حلول أعياد الميلاد وعطلة رأس السنة، لأن المدارس كانت معطلة، ولكن بعد عودة المدارس إلى وضعها الطبيعي وبعد رفع كل القيود من ضمنها ارتداء الكمامات في الصفوف الداخلية وفي الممرات المدرسية، هذا بالتأكيد سينعكس على عدد الإصابات ضمن هذه الشريحة المهمة من المجتمع، لأنها تنقل العدوى إلى الأشخاص الأكبر سناً في العائلة في المجتمع بأكمله. لهذا كان من الضروري الآن الانتباه إلى هذا الموضوع وإعطاء جرعة اللقاح لهذه المجموعة من الأطفال، يأتي في وقت مهم جدا من محاولة الحكومة البريطانية وهيئة الصحة البريطانية للسيطرة على الوباء بشكل كامل. على سبيل المثال أولئك المصابون بأمراض مناعية أو ما إلى ذلك ستكون لها الأولوية؟ طبعا الأطفال الذين لديهم عوامل خطر مثل أمراض نقص المناعة أو الأمراض المزمنة مثل داء السكري أو أمراض القلب بالتأكيد سيكون لها الأولوية، ولكن إعطاء اللقاح سيشمل كل الأطفال هذه المجموعة، لكن البداية تكون ضمن هذه الفئة لزيادة أيضا توعية الناس وتوعية الآباء والأمهات على ضرورة إعطاء اللقاح. هناك طبعا دائما تكون ممانعة شديدة من قبل أولياء الأمور لإعطاء الأطفال في هذا السن جرعة اللقاح. صحيح دكتور أحمد، وهذا ينقلنا لمدى إقبال الأباء والأمهات، نسب الإقبال على هذا الأمر. طبعا لهذا الهيئة الصحة البريطانية دائما تتخذ من الموضوع، يعني يكون دائما الأبروتش تدريجي، فلهذا تبدأ ب إعطاء الأولوية هذه المجموعة الأطفال ثم تشمل الأطفال الآخرين. هناك دائما حملات توعية كبيرة عن طريق التلفاز وعن طريق منظمات المجتمع المدني لتوعية الأهالي حول ضرورة إعطاء جرعة اللقاح. الفيروس ما زال منتشر بشكل كبير رغم أن أوميكرون لا يسبب مرض أكثر حدة، ولكنه ما زال يسبب إصابات تقترب من 80,000 إصابة أمس، وهناك وفيات أكثر من 200 وفاة. لهذا نحن لم نخرج لحد الآن من مرحلة الخطر، ولكن إعطاء الأطفال في هذه المرحلة اللقاح سيساعد بالتأكيد على خروجنا من هذه الأزمة في المستقبل القريب. إذن من لندن دكتور أحمد المشتت استشاري بالمستشفى الملكي بلندن، شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل.
بدأ ما يقرب من 11 مليون ناخب في البرتغال التصويت في الانتخابات البرلمانية الجديدة، ويتوقع معظم المراقبين فوز الحزب الاشتراكي الذي يتزعمه رئيس الوزراء أنطونيو كوستا بفارق بسيط، بعد أن تحسنت نتائج الحزب الاشتراكي الديمقراطي بشكل مطرد في استطلاعات الأشهر الأخيرة. وكان رئيس الدولة مارسيلو ريبالو دي سوسا دعا إلى إجراء انتخابات برلمانية في أوائل نوفمبر، بعد أن رفض البرلمان مشروع موازنة الحكومة لعام 2022. ضربت عاصفة مصحوبة بثلوج كثيفة ورياح شديدة الساحل الشرقية للولايات المتحدة، متسببة بإلغاء آلاف الرحلات الجوية. وأعلنت حالة طوارئ في ولايتي نيويورك ونيوجيرسي مع توقع تساقط الثلوج بارتفاع أكثر من قدمين. إلغاء آلاف الرحلات الجوية وتعطل شبه كامل للحياة في بعض المناطق تسببت فيه العاصفة الثلجية التي ضربت الساحل الشرقي للولايات المتحدة. هي واحدة من أقوى العواصف الشتوية التي تضرب المنطقة منذ سنوات، وعلى إثرها أصدرت السلطات تحذيرات مشددة من الطقس، كما حدث انقطاع للكهرباء في منطقة يبلغ عدد سكانها نحو 70 مليون نسمة. مدن مثل نيويورك وبوسطن تلقت العبء الأكبر للعاصفة، التي أكدت خدمة الأرصاد الجوية الوطنية أنها اشتدت إلى ما يسمى القنبلة الإعصار، وهي ظاهرة تتميز بالقوة المتفجرة للانخفاض السريع في الضغط الجوي. السلطات دعت السكان في البلدات والمدن الواقعة على الساحل الشرقي إلى البقاء في منازلهم وتجنب جميع التنقلات غير الضرورية في هذه الظروف، بينما عملت آلات رش الملح وكاسحات الجليد لفتح الطرق التي غطتها الثلوج. في هذه الأثناء أعلنت ولايتا نيويورك ونيوجيرسي حالة الطوارئ، وطلبت حاكمة نيويورك هاثي هوشول من سكان الولاية البقاء في منازلهم وتجنب أي تنقل غير ضروري. كانت العاصفة الثلجية قد هبت في أعقاب عاصفة شتوية مماثلة غطت مساحات شاسعة من شرق أمريكا الشمالية من جورجيا إلى كندا قبل أسبوعين فقط، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن آلاف المنازل وتعطيل آلاف الرحلات الجوية. تعرضت أجزاء من شمال إنجلترا واسكتلندا لرياح شديدة أسفرت عن مقتل شخصين، حيث قتلت امرأة تبلغ من العمر 60 عاما في أبردينشاير، حيث وصلت سرعة الرياح إلى 100 ميل في الساعة، كما شهدت المنطقة انقطاع التيار الكهربائي، فيما أكدت شرطة ستيفور تشاير مقتل طفل يبلغ من العمر 9 سنوات. يأتي هذا بينما تم وضع تحذيرات من حدوث اضطرابات مماثلة قد تتسبب بها العاصفة كاري. تواصل مبادرة حياة كريمة تنفيذ مشروعاتها بمحافظة الشرقية، حيث يتم إنشاء 10 مجمعات حكومية على مستوى مركز الحسينية، وصلت نسبة التنفيذ فيها نحو 88%، بينما تم الانتهاء بنسبة 100% من مجمعي خدمات حكومية، ووصلت نسبة تنفيذ المجمع الخاص بالوحدة المحلية في القصاصين الشرق إلى 98%.
تتواصل فعاليات دورة 53 لمعرض القاهرة للكتاب وسط توافد كثيف للجمهور. للمزيد ينضم إلينا من معرض الكتاب مراسل إكسترا نيوز الزميل أحمد عبد الرازق. أحمد، يعني بعد التحية، ماذا عن توافد المواطنين على معرض القاهرة الدولي للكتاب في رابع أيامه؟ تحياتي لك يا آية، اسمح لي أن أقرأ هذه الفقرة. المسار شاق حقا لكنه ينتهي بقمة جبل، طالما كانت قلوب الركاب تهفو إليها وطالما روادهم حلم بلوغها برغم سحب داكنة تكاد تحجبها عن الأنظار وتضفي على المقصد المأمول مذاق غموض ولهفة رجاء وجموح خيال. بهذه الفقرة أو بهذه الكلمات اختتم الأستاذ الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ ياسر رزق كتابه سنوات الخمسين. هذا الكتاب يعد شهادة على التاريخ، كما أن هذا المعرض أيضا بهذا الحجم وهذه الضخامة وهذه الكيفية وهذا التنظيم يعد أيضا شهادة للتاريخ أن مصر تسير في المسار الصحيح. هذا معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 53. المعرض يفتح أبوابه للجمهور يوميا من الساعة 10 صباحا وحتى 10 مساء. أما معرض كتاب الطفل وهو فعالية رئيسية داخل معرض القاهرة للكتاب فتنتهي الأنشطة الفنية فيه تمام الساعة 5 مساء، بينما يستمر المعرض في بيع الكتب حتى موعد نهاية اليوم في 10 مساء. شخصية المعرض هذا العام هو الكاتب الروائي الكبير الأستاذ يحيى حقي، وهو قديس البساطة والعمق والذي أثرى التاريخ المصري والهوية المصرية في كتبه. ونذكر مشاهدينا الكرام بقنديل أم هاشم والبسطجي، هما فيلمين من أعظم أفلام السينما المصرية وهما روايتين للكاتب الكبير يحيى حقي. بينما الكاتب الكبير أيضا عبد التواب يوسف هو شخصية معرض الطفل لهذا العام، يحتفي معرض الكتاب بهذه الشخصيات، بينما دولة اليونان أو جمهورية اليونان هي ضيف شرف المعرض. هناك العديد من الفعاليات، ولكن في العموم ينقسم أو يرتكز معرض القاهرة الدولي للكتاب على محورين رئيسيين. المحور الأول يخص الناشرين، والمحور الثاني يخص التكنولوجيا الرقمية أو التحول الرقمي أو استخدام الواقع المعزز في التعامل مع النشر والكتب. يعني ربما في رسائل أخرى نستطيع أن نستطرد في الحديث عن هذه المحاور. وأعود إليك مرة أخرى. طيب أحمد، هل لك بشكل بسيط أن تقول لي ماذا عن فعاليات أو الفعاليات الثقافية والفنية والبرنامج الثقافي والفني لليوم يوم الأحد في المعرض؟ نعم، الحقيقة هناك العديد من الفعاليات، ربما في الندوات في القاعات الرئيسية، في قاعة شخصية المعرض، وفي قاعة ضيف الشرف، وأيضا هناك ندوة للدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي اليوم ربما في الساعة نحو الساعة 3، كما تستمر أيضا الأنشطة في معرض الطفل حتى الساعة 5. أحمد عبد الرازق مراسل إكسترا نيوز كنت معنا مباشرة من معرض القاهرة الدولي للكتاب، أنا بشكرك شكرا جزيلا على هذه التفاصيل. نعت وزيرة الثقافة إناس عبد الدايم الموسيقار الدكتور طارق شرارة الذي وافته المنية صباح اليوم عن عمر ناهز 72. وقالت وزيرة الثقافة إن الموسيقار الراحل تميز بتعدد المواهب وقدم إبداعات خالدة تنوعت بين الموسيقى والفن التشكيلي، مشيرة إلى بصماته الرائدة خلال عمله بوزارة الثقافة في معهد الكونسيرفاتوار والرقابة على المصنفات الفنية ومجلس إدارة دار الأوبرا المصرية.
واقتصاديا، بحث وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عمرو طلعت مع الممثل المقيم للأمم المتحدة عبر تقنية الفيديو كونفرنس التعاون في تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، حيث أكد وزير الاتصالات أن مبادرة حياة كريمة تعد واحدة من أضخم المشروعات القومية التي تحظى على اهتمام كبير من الدولة، حيث تتضافر جهود كل القطاعات لتنمية الريف المصري، مشيرا إلى أنه خلال المرحلة الأولى من المبادرة سيتم ضخ استثمارات تصل إلى نحو 5,800,000,000 جنيه لرفع كفاءة الإنترنت لأكثر من 1,000,000 مبنى سكني وحكومي بقرى المبادرة، لتكون الركيزة الأساسية لتقديم خدمات مصر الرقمية ولتنفيذ أهداف الدولة في تحسين مستوى معيشة المواطنين. يوما تلو الآخر يثبت الاقتصاد المصري صلابته من خلال تقارير تصدرها مؤسسات دولية كبرى تشيد بأداءاته مع توقعات مستمرة بتطوره وتحسن مؤشراته. المزيد مع زميلة داليا أبو عميرة. أهلا بكم. تتوالى التقارير والتصنيفات العالمية الصادرة عن كبرى المؤسسات الدولية والتي ترصد تطور وضع مصر الاقتصادي تحمل توقعات ونظرة مستقبلية متفائلة إزاء استمرار التحسن في مؤشرات الأداء. مؤسسة جولدمان ساكس العالمية توقعت استمرار قوة وصمود الجنيه المصري أمام الدولار والعملات الرئيسية خلال العام الحالي 2022. وعدم حدوث انخفاضات كبيرة للعملة المصرية على المدى القريب. وأشارت جولدمان ساكس إلى أن الاحتياطات الدولية من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري كافية للحفاظ على الجنيه عند المستويات الحالية، كما أن التوقعات المستقبلية للقطاع الخارجي تتحسن بشكل مستقل عن أي تغيرات في أسعار الصرف. من جانبه أكد بنك ستاندرد تشارترد البريطاني أن ما لمسه من صلابة الاقتصاد المصري ومرونته في مواجهة الأزمات المختلفة وقوة واستقرار القطاع المصرفي خلال السنوات الماضية كانت سبباً وراء قرار دخول البنك إلى السوق المصرية في هذه المرحلة. البنك البريطاني أشار إلى أن الاستراتيجية التي تطبقها مصر لتعزيز ملاءة البنوك العاملة في السوق المصرية وفعالية إدارة وحوكمة جميع أنواع المخاطر واتخاذ الإجراءات الاحترازية المناسبة وقت الأزمات أدت إلى احتفاظ القطاع المصرفي المصري بدعم مالي. الإعلام الدولي التفت إلى التطور الاقتصادي في مصر، حيث سلطت شبكة CNN الضوء على رفع صندوق النقد الدولي تقديراته لنمو الاقتصاد المصري إلى 5.6% خلال العام المالي الجاري 2021-2022، متجاوزاً تقديرات البنك الدولي الأخيرة بنسبة 0.1%، لتصبح مصر الدولة الوحيدة بين البلدان المستوردة للنفط التي تحقق نمواً إيجابياً. وأرجعت الشبكة في تقرير لها نشر على موقعها رفع خبراء صندوق النقد الدولي لتقديراته بالنسبة لمصر إلى إطلاق الحكومة المصرية مشروعات قومية ضخمة مثل مبادرة حياة كريمة وزيادة إيرادات السياحة نتيجة الاحتفالات العالمية خلال العام الماضي. ويأتي ارتفاع معدل النمو في مصر ليؤكد على تعافي الاقتصاد من تأثيرات جائحة كورونا، فضلا عن التحسن الملحوظ في قطاعات عديدة منها الصناعات التحويلية والاتصالات والعقارات والتجارة والتجزئة. مشاهدينا، كان هذا عرضا لأحدث التقارير الصادرة من المؤسسات الدولية حول التطور الذي يشهده الاقتصاد المصري. شكرا لحضراتكم على طيب المتابعة. ورياضيا، يواجه منتخب مصر في 5 من مساء اليوم نظيره المغربي ضمن منافسات دوري ربع النهائي من كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم. وأسندت لجنة الحكام في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف مهمة مباراة مصر والمغرب لطاقم تحكيم سنغالي بقيادة ماجد نداي حكما للساحة.
مواجهة عربية مثيرة تجمع بين منتخب مصر وشقيقه المغربي ضمن منافسات ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية في العاصمة الكاميرونية ياوندي. الفراعنة تأهلوا إلى ربع النهائي بعد التفوق على كوت ديفوار بركلات الترجيح عقب انتهاء الأشواط الأصلية والإضافية بدون أهداف في دور 16، ونجحوا في إظهار قدراتهم الحقيقية أمام الأفيال وتقديم عرض رائع، وذلك بعد فترة من الانتقادات بسبب الأداء في دور المجموعات. أما منتخب أسود الأطلسي قدموا مستويات مميزة خلال فعاليات البطولة، حيث تصدروا جدول ترتيب المجموعة وعبروا إلى دور الثمانية بعد قلب تأخرهم بهدف أمام ملاوي إلى فوز بهدفين مقابل هدف. لعبة الأرقام وتاريخ المواجهات، كسرته مصر عام 2017 وفازت بهدف نظيف في آخر مواجهة بين المنتخبين بكأس الأمم الأفريقية. أما آخر انتصار للمغرب على مصر في أمم أفريقيا فيعود إلى بطولة بوركينا فاسو 1998 عندما فاز الأسود بهدف نظيف. متابعة جماهيرية كبيرة وموقعة فنية من العيار الثقيل نظرا لتواجد الدولي محمد صلاح في قائمة الفراعنة، والذي يرى الكثير من مشجعي كرة القدم أنه الأفضل حاليا في العالم. في الوقت ذاته ينظر فيه آخرون إلى أشرف حكيمي نجم منتخب المغرب أنه أفضل ظهير أيمن في العالم. كشف وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي عن رصد مكافأة إجادة مجزية للمنتخب الوطني نظير ما قدموه من جهد ونتائج ببطولة الأمم الأفريقية حتى الآن. وفي حالة تخطي مباراة اليوم والتأهل للمربع الذهبي للبطولة سيتم رصد مكافأة مجزية أخرى وفقا للائحة المالية، مشيدا بحالة التركيز الكبيرة التي تسود بعثة المنتخب لتحقيق إنجاز يسعد الجماهير المصرية. وكان وزير الرياضة قد تواصل هاتفيا مع بعثة المنتخب الوطني والجهاز الفني المشارك في منافسات البطولة للاطمئنان على كافة استعدادات المنتخب لمباراة اليوم التي تجمعه مع منتخب المغرب الشقيق ضمن منافسات دور الثمانية. وفي ختام نشرتنا نذكركم بأبرز ما ورد فيها من أنباء. الرئيس السيسي يؤكد أهمية التوصل لاتفاق قانوني عادل ومتوازن وملزم بشأن سد النهضة. اجتماع لوزراء الخارجية العرب بالكويت وشكري يجري مشاورات مع نظيريه في الكويت ولبنان. استمرار التوتر بشأن أوكرانيا، موسكو تنفي وجود أي تهديد لكييف ولندن تدرس مضاعفة قوتها لتعزيز الحدود الأوروبية. ختاماً ولمزيد من الأخبار يمكنكم دائماً متابعة موقعنا على الإنترنت extranews.tv، كما يمكنكم متابعتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر إنستغرام أو يوتيوب. هذه تحيات إنجي طاهر وتحياتي أي لطفي لحضراتكم، شكراً وإلى اللقاء.